وأكد وزير خارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماعين الطارئين لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية أن الهدف هو تفعيل الدور القيادي للوصول لتسوية سياسية شاملة في سوريا. وأضاف شكري أنه لا حل عسكريا في سوريا، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود العربية لحل الأزمة وتفعيل ما توصلت إليه اجتماعات جدة وعمان. شهدت الدورة غير العادية على المستوى الوزاري المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، تبادلا لوجهات النظر حول سبل تفعيل الدور العربي القيادي في حل هذه الأزمة الممتدة، وبما يهدف بالأساس إلى تسيير الوصول إلى تسوية سياسية شاملة لها تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وسلامة وعروبة بلاده، اتساقا مع المرجعيات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254. توافقت الدول المشاركة في الاجتماع لأنه لا حل عسكري لهذه الأزمة، وعلى ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود العربية الجماعية للإسهام في حلها. تم اعتماد قرار يتضمن دعم الدول الأعضاء للخطوات المتخذة على صعيد تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية، وتأييد ما توصلت إليه اجتماعات جدة وعمان من بلورة مقاربة تنفيذية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما يهدف إلى معالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية.